أشواطنا متواصلة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الكبير هنا في عاصمة الميادين. أيضا تاسع أشواطنا لهذا الصباح، أشواطنا التاسعة الخاصة أيضا بفئة الحجايج الأبكار. نسير مع هذه الانطلاقة التاسعة، ونذكر بأن الشوط الخامس هو صاحب التوقيت الأفضل السيف لمبارك بن محمد بن نصر العامري، 4:15 و8 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا نسير وننطلق مع مقدمة الشوط، نتعرف على صدارة على المركز الأول. نايف بن صالح بن علي اليامي مع الصايلة في المركز الأول، وفي الصدارة الأولى المركز الثاني وصلت جواهر. محمود بن مسلم بن سالم إلي نبي ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث يمايل محمد بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي. يمايل خذت المركز الثاني في هذه اللحظات، غيرت من المركز أيضا الثالث إلى الثاني، ولكن الوصول والدخول الجديد هنا مشاهدينا متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات المثيرة القادمة. الزاير محمد بن علي بن حليس العفاري وصل، والوصول الآخر من النعامة محمد بن علي بن مبارك المنصوري بقيادة أحمد بن علي بن عمير، يتقدم مع هذا الاسم ويتقدم مع هذه الانطلاقة القوية. الوصول الآخر هنا من الظبي سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي خذت المركز الخامس، بينما المركز السادس مشاهدين الاعزاء الهائله لسالم بن عبد الله بالطير العامري. المركز السابع غيرت وخذت المركز السادس، هادي لواصل الشامخه لسلطان بن محمد بالسالومي الدرعي، وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم. الوصول ايضا والدخول هنا القادمه وده لسالم بن سليم بن صالح الينيبي، وصل مع وده ودخول اخر ومميز مع الهدى لفالح بن مسلم بن زفنة. أيضا العامري وصل، أيضا خذ له مركز متقدم في هذه الانطلاقة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط والمنافسة القوية. الزاير محمد بن علي بن حليس العفاري يتقدم، محمد يأتي في المركز الأول في الصدارة الأولى، غير مع الزاير، وهناك أيضا يمايل محمد بن سعيد بن حمد الشلخيلي. النعامة من الزاوية الأخرى يتقدم محمد بن علي بن مبارك المنصوري بقيادة أحمد بن علي بن عمير، يأتي مع النعامة، ولكن الوصول الهدى فالح بن مسلم بن زفنة العامري. وصلت أسماء، وصلت التحديات، دخلنا الكيلومتر الأخير، دخلنا الكيلو المثير القادم. الظبي سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي وصل مع الظبي، ولكن شوفوا القادم العنود خالد بن محمد بن سعيد الفهيدة المري. وصل الفهيدة يتقدم من خلال هذا الأداء المميز. والوصول الآخر ود سالم بسليم بصالح الينيبي من أيضا الزاوية الأخرى. يا هي تحديات مثيرة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. العنود ايضا ذهبت الى الصدارة. خالد بن محمد بن سعيد الفهيد المري يتقدم، هذه الاسماء. المركز الثاني الاسم الجديد معالم فيصل بن راشد بن طالب شريم، وصل مع معالم، تقدم مع معالم في هذه اللحظات. الوصول الاخر والدخول من مناوره احمد بن علي بو نواس، مرحبا براعي نقده من طول الغيبات يا ابو الغنايم. وصل مع معالم، ولكن عوده الى الصداره، عوده الى مقدمه الشوط. هذه العنود خالد بن محمد بن سعيد الفهيد المري، محاولات قوية من معالم فيصل بن راشد بن طالب شريم المري، أيضا معالم والعنود، العنود ومعالم. خط النهاية هو الفيصل، معالم على المركز الأول، معالم يأتي فيصل بن راشد بن طالب شريم المركز الثاني، وصلت العنود خالد بن محمد بن سعيد الفهيد المري المركز الثالث، مناورة أحمد بن علي بن نواس الكتبي المركز الرابع. وصول المركز الرابع ودخول وضوح سالم بن راشد بن حبال الكتبي المركز الخامس، وصلت في المركز الخامس ايضا ادهمه
لمبارك بن يمعة بن مغير الخيلي. هكذا النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الخمس المراكز الأولى، المنافسة حتى الرمق الأخير أصبح أيضا سباقنا بأجزاء الثواني وليس بالثواني، لأن المنافسة أيضا هنا حتمية للنهاية. ولكن معالم هي من فازت، فيصل بن راشد بن طالب آل شريم المري، تهانينا والناموس، حيث قطعت مسافة السباق في 4 دقائق هنا 20 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني هناك العنود خالد بن محمد بن سعيد الفهيد المري، 4 دقائق 20 ثانية المركز الثاني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء هي مناورة احمد بن علي بونواس الاكتبي، وصل في المركز الثالث مناورة من واقع الاسم سلالة مناور، حيث قطعت المسافة في 4 دقائق 23 ثانية وفاء تماما وكمالا. المركز الرابع وصلت في وضوح سالة بن راشد بن حبال الاكتبي، المركز الرابع 4 دقائق 23 ثانية جزءا واحدا من الثانية. بينما المركز الخامس، المركز الخامس ناخذ المركز الخامس بدخولها الجميل، هي ايضا ادهمة لمبارك بن يمعة بن مغير الخيلي. تهانينا والناموس. ادهمة هنا كما تشاهدون توقيت دهمة في المركز الخامس. تهانينا لمبارك بن يمعة بن مغير الخيلي.